طيب هم يقولون بأن الجيش الأوكراني في حاجة ملحة لهؤلاء المقاتلين الذين يتواجدون لدى هيئة تحرير الشام، وأنهم أيضا في حاجة ملحة لمقاتلين من تنظيم حزب العمال الكردستاني من أجل مواجهة الجيش الروسي نتيجة تراجع القوات الأوكرانية في الشرق الأوكراني في الفترة الأخيرة. بماذا تعلق؟ يعني إذا كان هناك 20 أو 25 شخص شيشاني أو أوكراني أو من أي دولة أخرى في سجون هيئة تحرير الشام، أو لا نفرض أنه الموجودين في السجون 100 أو 200، فهل هؤلاء يمكن أن يسدوا النقص إذا كان هناك نقص في الجيش الأوكراني؟ الجيش الأوكراني اليوم، عدد الجيش الأوكراني لا يقل عن 3 مليون مسلح يقاتلون على أكثر من جبهة في أوكرانيا وعلى الحدود الروسية. فأوكرانيا هي ليست بحاجة إلى عناصر أو إلى جيش، هي بحاجة إلى الأسلحة الثقيلة، هي بحاجة إلى الصواريخ، إلى الطائرات، إلى الدبابات، إلى المدفعية، هي بحاجة إلى العتاد، بحاجة إلى الدعم الاقتصادي. يعني 30 أو 50 أو 100 عنصر، هل هؤلاء سيقلبون المعادلة على الجبهات مع روسيا؟ فهذا الشيء حقيقة هو غير صحيح. وبالنسبة لحزب العمال الكردستاني، الجميع يعرف على أن الداعم الرئيسي لحزب العمال الكردستاني هي روسيا، وروسيا هي التي ساهمت حتى في عملية صناعة وتشكيل حزب العمال الكردستاني في سبعينات القرن الماضي، من أجل خراب تركيا، من أجل تدمير تركيا من الداخل، من أجل إثارة الفوضى في تركيا، وكذلك من أجل إثارة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نعرف حاليا، وعمل حزب العمال الكردستاني حاليا أو البككة، عملهم الأساسي هو تدمير منطقة الشرق الأوسط وزرع الإرهاب في المنطقة. وحاليا نجدهم في العراق قد عاثوا فسادا في شمال العراق، وبينما في منطقة الجزيرة والفرات فقد ارتكبوا جرائم مروعة في سوريا، قتلوا البشر، أحرقوا الشجر، دمروا الحجر، سرقوا الموارد النفطية والغازية، انتهكوا الحرمات، دمروا المساجد، يعني فعلوا كل شيء سلبي وكل شيء لا يمكن أن تقوم به أي عصابة أخرى. لذلك هم حقيقة سبقوا كل العصابات الإرهابية التي عاثت فسادا في سوريا، فكان حزب العمال الكردستاني رقم واحد في العمليات الإرهابية في سوريا، بدعم من روسيا ودعم من إيران ودعم من نظام الأسد ودعم من أمريكا ودعم من التحالف الدولي ودعم حتى من بعض الدول العربية الأخرى.